Salat'ul Shaf'a, athabakum Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله المستوى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد يا ربنا حمدا كثيرا
اللهم لك الحمد يا ربنا حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك عليه في الآخرين وصل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا ربنا على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل اللهم ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا وذهاب همومنا واجعله الوارث منا واجعل اللهم ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا جليسا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ويوم القيامة دليلا وبرهانا اللهم اجعله أمامنا يقودنا إلى الجنة ولا تجعله خلفنا يسوقنا إلى النار اللهم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا حسن اللهم أخلاقنا بالقرآن اللهم أقر عيوننا بحسن تربية أبنائنا وبناتنا على كتاب الله وعلى سنة نبيه الكريم اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح فساد قلوبنا اللهم رد قلوبنا إلى دينك مردا جميلا وهيئ اللهم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه الإسلام ويذل فيه أهل الشرك والفسوق والكفر والطغيان يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا وقفنا ببابك تائبين فاقبل توبتنا اللهم اقبل توبتنا اللهم اقبل توبتنا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا وإذا أردت بنا فتنة فقبضنا عندك غير مفتونين وقنا اللهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انصر دينك في نفوسنا اللهم انصر دينك في قلوبنا اللهم عظم دينك في نفوسنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اغفر اللهم لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ارزقنا اللهم حسن الخاتمة واجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمة
وعظيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله